عدد كبير يخموا قبل ما يروح القطاع الخاص والقطاع العام كي يكون عنده وضعية. دروك واش نعطوا للأخصائي، نعطوا له إجراء تعسفي هو الخدمة المدنية، وبعد الخدمة المدنية راه يفكر دوك الأخصائي الأغلبية يروح راه مستقل ذهنيا كي يروح المنصب بتاعه كي نبعثه لدخل الوطن. إذا يروح يستنى الخدمة المدنية، وباش من بعد وين يروح؟ يروح للقطاع الخاص، يروح لسلك نتاع الأخصائي الجامعيين، خاطر لا كارير بالنسبة للأخصائي الجامعيين في التعليم العالي أحسن بكثير، والنتائج الأخيرة والحمد لله بالنسبة للزملاء نتاع الأخصائي الجامعيين هذه المكتسبات هذو، يروح لأخصائي جامعي، وإما يروح للخارج. إذن الخطورة راهي هنا، ما كان حتى التحفيز وباش يبقى التحفيز لازم تعطي له حقه أولا، ثانيا كما قلت لي الإجراءات التحفيزية، كي نروح واحد اللي يروح الهضاب العليا ولا يروح الجنوب هذا مفروغ منه في كل بلدان تاع العالم، لازم الأجر تاعه. شوف برك احنا دائما عندنا مثال المهندس اللي يخدم في سوناطراك في حيدرة وفي الجزائر، والمهندس اللي في 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 تمرس في في, في حسيم سعود وفي ورقلة يدي الدبل. إذا اقترحنا منذ 20 سنة أقل شيء مرتين وثلاث مرات في أقصى الجنوب. ممتاز. واسمح لي ومن حتى نعطي ومشكل الضريبة، مشكل الإجراءات التحفيزية المحلية بالنسبة للسكن، إذا ما خلقنا ولو. الإجراءات التحفيزية موجودة عند